الله يعطيكم العافية شباب. اليوم نكمل بالسيستم أناليسز. طبعا احنا آخر مرة حكينا فيها جينا حكينا عن البيهيفيرال اسبيكتس اوف تشينج وغطينا الموضوع بالكامل. اليوم احنا بدنا نكمل على الأول خطوة بالاس دي ال سي اللي هي السيستم أناليسز. الاس دي ال سي اللي هي السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اللي هي 5 مراحل. الآن احنا بالمرحلة الأولى اللي هي السيستم أناليسز، والسيستم أناليسز طبعا بتتكون من 5 مراحل رح نحكي عنها اليوم. System analysis بحكي لك when a new or improved system is needed a written request for system development is prepared، او يعني انه عند الحاجة لنظام جديد او عند عمل تحسين وتطوير للنظام الحالي يجب اعداد وكتابة اللي هو ايش request for system development او طلب تطوير للنظام. طبعا يجب ان يصف هذا الطلب يعني اللي هو request for system development، يعني لازم يكون فيه المشكلة الحالية current problem، لازم يكون فيه اهداف اللي راح يحققها النظام الجديد اللي بدي اعمله، زائد المنفعة والتكلفة للمشروع. تمام؟ فاذا بده يحدد المشكلة، بده يحدد انا ليش قاعد عم بغير، بده يحدد الاهداف، وبده يحدد برضو البنفيت والكوست للسيستم. وتتكون هاي العملية او مرحلة التحليل تتكون من 5 خطوات راح نبدأ فيهم واحدة واحدة. اول واحدة اللي هي ايش initial investigation او التحقيق الاولي. initial investigation is conducted to screen the request for system development، او هو عملية او هي عملية تحقق او هي عملية تحقق، عملية تحقق تهدف لبيان انه هل النظام الجديد المطروح يقع ضمن احتياجات المؤسسة، او هل من الممكن او مش او وهل من الممكن انجازه. اذا هو عملية تحقق تهدف لبيان هل النظام الجديد المطروح يقع ضمن احتياجات المؤسسة وهل من الممكن انجازه. طبعا بحكي لك في بعض الحالات انه اي نظام AIS جديد يجب ان يكون قادر على حل مشكلة نقص البيانات او عدم القدرة على الولوج للبيانات معينة، او لازم انه يرفع من فعالية معالجة البيانات. فهاي هي مبررات وجود سيستم، انه لازم يحل لك مشكلة في نقص البيانات، لازم يحل لك مشكلة انه انت ما عندك قدرة انك توصل لبيانات معينة، او لازم يرفع لك من الافيشنسي للبيانات اللي عندك. وهاي هي مبررات انك انت تعمل النظام الجديد يعني. طبعا هنا برضو كمان شو بيأكد لك او شو الاشي اللي بحكي لك اياه، بحكي لك انه اي لما انت تيجي تعمل اي نظام جديد انت النظام الاي اي اس ما بحل لك مشاكل الشركة، يعني هو انت عالج لك بعض انواع نقص المعلومات، ولكن هو لا يحل المشاكل في الشركة، لانه المشاكل في الشركة قد تكون ادارية، المشاكل في الشركة قد تكون المشاكل في الشركة عدم تقيد باجراءات معينة، ولكن مستحيل انه السبب انه انك انت تعمل نظام جديد او تنزل نظام جديد للشركة يكون الهدف منه حل جميع مشاكل الشركة. بالتالي يجب انه عملية الـ initial investigation او التحقيق الاولي انه انت تشمل كل هاي النقاط اللي حكيناها، بالاضافة الى انك انت برضو تشوف المنفعة اللي جايتني من المشروع، وانه هاي المنفعة تكون برضو ايش اعلى من التكلفة عشان تقدر توصي فيه. فطبعا الخطوة الأخيرة بتكون انك انت تودي ايش proposal to conduct system analysis، او انك انت تقوم بارسال طلب من اجل عملية تحليل النظام. فيعني to wrap it up، الخطوة الاولى هي عملية الـ initial investigation او التحقق الاولي. حكينا انه بخلاصتها انه انت بكون عندك مشكلة، تمام، وبدك تحدد انت ليش، شو اسباب التغيير تبعيتك، وشو الاهداف اللي بده يحققها نظامك الجديد، وبدك تعمل ايش برضو المنفعة والتكلفة لهذا المشروع او لمشروع الـ AIS الجديد. فهاي اول نقطة. النقطة الثانية اللي هي System Survey او تحليل النظام، انت تعمل تحليل للنظام. System Survey is an extensive study of the current AIS that has the following objectives، يعني هي عملية دراسة مكثفة للنظام الـ AIS، وبتكون هاي انه من اجل تحقيق الاهداف التالية اللي هم هذول الاربعة، اتوقع الاربعة نعم. الاولى
gain an understanding of company operation, policies, procedure and information flow, AIS strength and weaknesses and available hardware, software and personnel. بحكي لك انت بالدراسة المكثفة للنظام الحالي يجب انك انت تبني فهم لعمليات التشغيل في الشركة الاوبريشن اللي موجودات عندك في الشركة. لازم تكون فاهم السياسات، لازم تكون فاهم الاجراءات وكيف الداتا او الانفورميشن فلو، كيف تتم عملية تدفق البيانات، وبرضه شو هي نقاط القوة والضعف اللي موجودات في نظام الـ AIS الحالي في الشركة، مش الجديد، النظام الحالي شو نقاط القوة فيه وشو نقاط الضعف فيه. برضه بدك تشوف شو الـ Available Hardware و Software والبيرسونيل، شو برضه أنا عندي من برمجيات متاحة وشو في الآلات اللي عندي وفي الأفراد اللي عندي. لأنه مرات أنت بكون عندك برنامج مشتري، أنت بتقدر أصلا تشتري Upgrade Version منه، أو يعني نسخة محسنة، تدفع مصاري زيادة بيرفعوا لك من الفانكشنز اللي فيه لهذا السيستم. فانت عشان هيك انت لازم تكون فاهم بالضبط شو العمليات بالشركه بشكل عام. ثاني شيء ميك بريليمينري اسسمنت او اسسمنت بالضبط اوف كرنت اند فيوتشر بروسيسنج نيدز اند ديتيرمين ذا اكستنت اند نيتشر اوف ذا تشينجز نيدد. فانت لازم يكون برضو عندك تبني تصور حول حول قدرة المعالج المطلوبة المطلوبة إليك، سواء الحالية أو المستقبلية، من أجل أنك تحدد أنت طبيعة التغيير. فمثلا أنت بدك تشتري جهاز إليك للدراسة، بكون عندك مواصفات معينة لازم تكون براسك. طب لو أنت بدك تشتري جهاز معين للدراسة وبرضو بدك إياه لألعاب، فهون أنت بحتاج لمواصفات أعلى. أو مثلا تقدر برضو تقيس على التليفون، أنت بدك تليفونك هل فقط تقرأ مسجات وتستخدم مثلا مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولا بدك والله تلعب بالجهاز مستقبلا؟ انه هيك هاي كلها انت بدك تشوف شو احتياجات الجهاز اللي بدك اياه. نفس الشيء بالشركه، تشوف شو الاحتياجات الحاليه وشو الاحتياجات المستقبليه عشان تعرف شو طبيعه التغيير اللي انت بدك تجريه. Develop working relationship with users and build support for the AIS. هنا طبعا انت بدك تبني علاقات مع المستخدمين وتكسب الدعم من اجل نظام الاي اي اس الجديد اللي بده يتطبق في الشركه. Collect data that identify user needs, conduct a feasibility analysis and make recommendation to management. هون انت بدك تجمع البيانات ومعرفة احتياجات المستخدمين، وبدك تعمل دراسة جدوى زي اللي فرجيناك وياه، وتعطي ايش توصيات للإدارة. فاذا انت بالسيستم سيرفي لاحظ لازم ان تحقق هاي الاربع اهداف اللي حكيناها. طبعا انت عملية تحتاج الى كثير جمع بيانات. كيف شو المقصود بجمع البيانات من المستخدمين؟ جمع البيانات بكون بالعادة عن طريق داخليا عن طريق الموظفين، أو ممكن برضو تجمع البيانات عن داخليا عن طريق الوثائق الموجودة في الشركة، وبرضو ممكن أنت تروح للمصادر الخارجية أو مثل الكونسلتنس المستشارين، مثل الكاستمر الزبائن السبلايرز الموردين او الشركاء في العمل، حتى المنظمات الحكومية. واذا انت بدك تشوف معي تيبل 24 بفرجيك اهم الطرق لعمليات جمع البيانات، وهنا خليني اخذك عليه تيبل 24 بحكي لك كيف انا بقدر اجمع بيانات. بقدر اجمع بيانات عن طريق الانترفيو، مقابلات، عن طريق الكويستشنيرز، عن طريق يعني الكويستشنيرز اللي هو انت تملأ معلومات معينة، اوافق بشدة لا اوافق بشدة على مجموعة من الاسئلة، عن طريق الobservation انك انت تراقب بنفسك الموضوع، وعن طريق system documentation انك تلجأ للوثائق. وكل طريقة منهم لها advantage ولها disadvantage انت مطالب تعرفهم. فالانترفيو عملية المقابلة، يعني انا اجي اعمل لك مقابلة زي المقابلات التلفزيونية بس بيني وبينك، انه اخذ منك معلومات. فميزتها انه بقدر اجاوب why question، يعني لماذا انت لا تستطيع عمل كذا، لماذا تستطيع عمل كذا. فانت لما تسأل واحد لماذا بتترك له مجال يجاوب. interview كان prop and follow up، ممكن انت برضو تعمل follow up وتتابعها، يعني اجيت اول مرة عليه سألته شغلات تقدر ترجع له مرة ثانية شو صار معك الان، وترجع له مرة ثالثة شو صار معك الان. فانت ممكن تتابع questions can be clarified. اذا امامك ما فهم السؤال بقول لك عيد لي السؤال، تصيغ له اياه بطريقه ثانيه، فانت معك مجال تحكي اكثر. build positive relationship with interviewee
يعني انت برضو ممكن تبني علاقه كويسه مع الشخص اللي انت قاعد عم بتقابل فيه. build acceptance and support for the new system، برضو انت من نتيجه الكلام مع الناس راح تكسب ثقه اكثر، وراح تصير الناس تتقبل عمليه التغيير للنيو سيستم اكثر. المساوئ تبعيتها time consuming، تستهلك وقت كثير لانه بدك تقابل، expensive هي مكلفه، personal biases or self interest may produce inaccurate information، ممكن يصير في عندك عمليات تحيز. ممكن برضو لا تنسى انه انت المقابلات دائما الشخصيه، يعني ممكن تدخلك في موضوع البايس اللي هو كيف لما تسأل واحد سؤال وتجبره يجاوبك بإشي إيجابي مثلا، أو تسأل واحد سؤال تجبره يجاوبك بإشي سلبي، فهون هاي بتأدي لعمليات بايس مثلا، أو إنه والله كان أنت شكلك لطيف وأنت بتقابل فيعني بدهم يصيروا يجاوبوك عشان يكسبوا ودك أكثر. ممكن كثير عوامل تؤدي إلى هذا البايس. البايس طبعا لما أحكي لك بايس تحيز. questionnaires، الquestionnaires اللي هو يعني اذا ما بتعرف شو الquestionnaire خليني افرجيك صورته، اللي هو وافق بشده ولا اوافق بشده وبدك تحط خط. خليني افرجيك كيف شكله اذا انك مش عارف كيف شكل الquestionnaire. هياته زي هيك كذا كذا، توافق بشده بتحط كذا ولا اوافق بشده. شوف افرجيك برد كي شفنا واحد اوضح. هاي هون مثلا هاي مثلا the availability of material excellent good fair poor unable، فانت بتحط تك 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 زي هيك، وبالاخير بيجي واحد وبيحلل هاي البيانات عشان يطلع منها نتيجه لها قيمه. فالكويستشنير الايجابيات تبعيتها كان بي انونيمس، انه ممكن انت مش مطالب تكتب اسمك، فانت شخص مجهول، هذا ادفانتج لانه راح تكون صريح اكثر وراح تخلص من شغله البايس. not time consuming، لا تستهلك وقت كثير، رخيصة. allow more time to think about response، بتسمح لك انك انت تقعد والله وتقعد تفكر بالاجابة بدك تعطيها. does not allow in depth question or answer، ما بتسمح لك انك انت يعني تثري الموضوع تحكي فيه كثير بعمق، انت بس بدك تحط اشارة. cannot follow up on responses، ما بقدرش واحد يرد يرجع يسألك. questions cannot be clarified، اذا ما نفهم السؤال خلاص راحت. impersonal يعني غير مشخصا، لا يشمل شخصية. does not build relationship، ما ببني الكاش علاقات. و difficult to develop، من الصعب إعداده. و often ignore or completed superficially، بيجي الناس بتشلفق وتشلفق، فبالتالي صعب يعطيك معلومات دقيقة 100%. نيجي على اللي بعديها الobservation، can verify how system actually work، ممكن يفرجيك كيف انت لما تعمل observation يعني تيجي توقف فوق راسهم وتشوفهم كيف بيشتغلوا. can verify how system actually work، بفرجيك كيف السيستم ممكن يشتغل rather than how it should work، بدل ما انه كيف ممكن يشتغل. يعني بيجي المدير بيحكي لك احنا عنا كل المراسلات بالايميلات، بتيجي انت بتوقف اوكي انت بقانون الشركة كل المراسلات بالايميلات، بس انت قاعد بتشوف انه مش هيك الوضع، بودوا لبعض على الواتساب، فهذا اختلاف. فانت الobservation تبعك هو اللي خلاك تعرف هذا الاشي. ثاني شيء result in greater understanding of the system، راح تكون نتيجته فهم اعمق للسيستم. باخذ وقت disadvantage، غالي difficult to interrupt it properly، يعني صعب انه ترجم، بده واحد بفهم كثير عشان يترجمه بشكل صحيح. observed people may alter behavior، انت لما تيجي توقف فوق راس الواحد بجوز يصير ايش، يصير شاطر او يعني يصير يعمل حاله بيشتغل بدل ما انه يكون فاتح على الشده مثلا، او كيف مثلا تيجي عند طالب بالامتحان وانت بتراقب عليه يصير يعمل حاله بحل، نفس المبدا. system documentation describe how system should work، بفرجيك كيف السيستم، طبعا system documentation انك انت تروح على الوثائق الموجوده في الشركه حول السيستم وتقراها، بفرجيك كيف السيستم بالضبط بنعمل. written from facilitated review analysis، برضه written form يعني انه بيكون سهل تحليله. time consuming بده وقت، وبالعاده ما بكونش available، غير متوفر في كثير في كثير من الشركات، خلص بيعملوا السيستم بدونه. كل هاي الامور مهمه جدا جدا لعمليه السيستم سيرفي. بدي انتقل بس لموضوع هون صغير، وهنا الفرق بين الفيزيكال موديل واللوجيكال موديل. لما انت بدك تشوف السيستم دوكيومنتيشن او بدك تعد السيستم دوكيومنتيشن اللي هو الوثائق الموجوده بالشركه حول السيستم كيف يتم اعداده، فبالعاده بيكون في عندك الفيزيكال موديل اللي هي بتفرجيك كيف السيستم بيشتغل من خلال وصف تدفق تدفق الدوكيومنتس، ومن خلال البروسيسز اللي بتتم بالاجهزه، ومن خلال مين الناس اللي بتعملهم،
معدات التي تم استخدامها، بينما اللوجيكال او المنطقي فوكس اون اسينشال اكتيفيتي، بركز على النشاطات الاساسيه من خلال الاجابه عن سؤال شو الاشي اللي عم بنعمل، وات از بينج دون. And the بفرجيك the flow of information not on the physical process of transforming and storing data. ما بدي أتعمق بالموضوع من هاي النقطة، هذا الحكي راح تهضو بتعمق أكثر بمواد اللي قدام الـ XBRL وما إلى ذلك، وبفرجيك كيف أنت راح تصير تعملهم أنت أصلاً السيستم عن طريق التابلز وتربط لهم إياه وتفرجيهم كيف إنه السيستم connect with each other قبل ما إنه ينعمل. وبدي هنا اوضح اخر شيء، انه اعلى نقطه بتحليل النظام هو السيستم سيرفي ريبورت، هو اصدار تقرير بعمليه تحليل السيستم. فانت يعني اخر خطوه اللي هي ايش، بدك تصدر هذا التقرير، وهذا التقرير بيكون مدعوم بالمذكرات ومدعوم بالمحاضر اللي انعملت وبالمقابلات والاوبزرفيشن والكويستشنير والملفات اللي اتجمعت والانبوت والاوتبوت ديسكريبشن، كيف شو المدخلات والمخرجات للانظمه، copies of document والاي ار دياجرام اللي هي الوصف البياني او الوصف الكتابي او الوصف الرسمي للشركه، وكيف الفلو تشارت وكيف الداتا فلو دياجرام بتصير. كل هاي الامور بتكون مرتبطه. طبعا الموضوع انا برجع وبحكي لك انه معقد وليس موضوع بسيط، ولكن يتطلب من الواحد معرفه شامله بالانظمه زائد معرفه شامله بالمحاسبه عشان يقدر يجمع هذول المعلومتين. مبدئيا انت اللي راح تاخذه معي بالاكس بي ار ال شوي راح يغطي جزئيه بسيطه من الموضوع، ولكن احنا ان شاء الله شوي من قدام بنعلمك اكثر واكثر بحيث انه تقدر تدخل بهاي الامور لحالها اذا انت حبيت تتوسع. الفيزابيليتي ستدي غطيناها كثير وحكينا بالضبط شو الفيزابيليتي ستدي ووين المراحل اللي لازم يتم انشاء الفيزابيليتي ستدي وكيف بتم اعدادها، كله هذا غطيناه مزبوط في المحاضرات السابقه. بضل عندي اللي هي رقم 4 اللي هي المعلومات والمتطلبات التي يحتاجها النظام، information needs and system requirements. مجرد ما لقينا انه انا البروجكت تبعي فيزابل، يعني مو يعني انه مجدي، ممكن انا هنا ابدا احدد بنوعيه البيانات والمعلومات اللي بيحتاجوها اليوزر عندي، والسيستم دوكيومنت والسيستم ريكويرمنتس بشو، او السيستم تبعي بشو بايش او بحاجه لشو من معلومات وبحاجه لشو من امور او متطلبات. فاللي بدي اياك تعرفه انه عشان تحدد احتياجات او عشان تحدد احتياجات المعلومات بدك تعرف انه هذا امر صعب كثير بسبب ضخامة حجم المعلومات المتاحة لك انك انت تطلعها. يعني السيستم انت لما بدك تلم بيانات رو او بيانات اولية، مجموعة البيانات اللي انت بتقدر تطلعها لا تعد ولا تحصى، وبالتالي انك انت تيجي تحدد شو هي البيانات او شو هي المعلومات اللي بالضبط اللي بدك اياها من النظام هو موضوع جدا صعب، وهذا احد اهم عوامل فشل الانظمة. زي ما انت شايف 70% من البروجكتات تفشل نتيجة هذا الشيء. فأنا بدي أركز عليه أنه أنا عندي أربع استراتيجيات ممكن أستخدمهم عشان أحدد الـ AIS requirements تبعوني. أول واحدة الـ Ask users what they need، اسأل الـ users اللي عندك أو المستخدمين اللي عندك، اسألهم هم بحاجة لشو، وهي أسهل طريقة وأسرعها، بس ولكنها فيها مشكلة كتير كبيرة اللي هي أنه الناس لا تدري ماذا تريد، الناس مش عارفة شو بدها. وطبعا يعني انت تيجي تحكي لواحد انت شو بدك بالضبط، بكون هو اوكي عارف بيشتغل بيعرف يعمل كل شيء على السيستم اللي عنده بالشركه، بيعرف يطلع البيانات، بس هو بالضبط انت تيجي تساله شو اللي بدك اياه من السيستم نفسه ما راح يعرف يجاوبك، لانه الموضوع اصلا هو معقد اكثر من هيك. بس شو في طريقه افضل بحكي لك انه انت it is sometimes better انه الافضل انك تيجي تسالهم ما نوع القرارات اللي انت بتاخذها، شو نوع القرار اللي انت بتقوم باخذه. لما انت تعرف شو القرار اللي هو باخذه بتعرف شو نوعيه البيانات اللي لازم ينعطى لها او شو البيانات اللي لازم تجهز له عشان يقدر هو يشتغل. فانت هيك هاي طريقه لتحديد شو الانفورميشن نيد. ثاني شيء انه انالايز اكسترنال سيستمز، انت تيجي ليش ما تيجي تحلل انظمه خارجيه وتريح راسك. فمرات الانظمه الخارجيه بتكون خلص مجهزه كل شيء بدك اياه، فواي تو ري انفنت ذا ويل، او ليش انت ترجع تصنع العجل، وهذا مصطلح اجنبي يستخدم انه طب العجل ما هو مصنوع من زمان، ليش انت ترجع تخترعه وهو موجود اساسا. رقم 3 examine existing system،
انك انت افحص النظام الحالي اللي عندك وشوف مرات بتكون المتطلبات اللي بده اياها السيستم تبعك اضافات بسيطه، مش بحاجه انك تدخل في كل هاي العمليه. كرييت بروتوتايب. البروتوتايب اللي هو النموذج الاولي، انه انت ما بتشوف دائما لما بدهم ينزلوا سياره جديده بيجوا بيعملوا لك نموذج اولي لها، هاي السياره بال 2025 بدها تنزل بيعملوا لك ايش نموذج اولي لها. النموذج الاولي اسمه بروتوتايب، فانت اعمل نموذج اولي للسيستم اللي بدك اياه وشوف هل لبى احتياجات الانفورميشن تبعيتك ولا لم يستطيع تلبيتها. فعشان هيك انت بالنهايه بدك تقوم ب تفصيل احتياجات السيستم ضمن طلب او في يعني ضمن دوكيومنت. بدك تقوم بعد ما تخلص تختار واحدة من هذول الاربع استراتيجي وتشتغلها وتطلع عندك نتائج. هاي النتائج تبعيتك لازم انت تحطها او تقوم بوضعها في طلب وتقوم بتوضيح ماهية النظام المنوي اعداده، انت شو عم بتحاول تعمل. المتطلبات بالعادة بتكون مدعومة بأمثلة ومدعومة بملخصات input و output للسيستم وتشارتد وconceptual framework للسيستم، وكل هذا الحكي بده يكون موجود وموضوع في الداخل. وبعدين انت بدك تكون بدك توقع على الطلب وتتأكد انه خلاص انا الانفورميشن needs عندي اياهم تحددوا بشكل اساسي. طبعا هاي الـ AIS objective الobjectives تبعات الـ AIS بديك تقرأهم برضو، اتوقع واضحات بدون انه ما ندخل في موضوع ترجمتهم. بالنهايه اخر اشي بدي اشوف السيستم اناليسيس ريبورت اللي هو تقرير لعمليه تحليل النظام، وهذا اخر تقرير بيطلع، وهو عباره عن تقرير شامل بيلخص عمليه تحليل النظام ويبرز نتائج نشاطات التحليل اللي صارت، فيه تلخيص كامل مكمل لكل الخطوات اللي مشينا فيها بهذا التشابتر. وهيك بنكون خلصنا اول خطوه بالاس دي ال سي سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، والتشابتر اللي وراه واللي وراه راح يعطينا اكثر عن الاربع خطوات اللي ظلوا عندي. واحنا هيك ان شاء الله بنكون خلصنا انهينا هذا التشابتر وخلصناه. طبعا هون بدي اياك في رسمه موجوده بالكتاب بتفرجيك التقرير وين موجود، بس خليني اعطيك اياه قبل ما انهي اشوف وين حاطينه. تقرير النهائي للسيستم ديفلوبمنت تيبل 20/3، تيبل 20/3 يعني يبدو باول تشابتر حاطينها تيبل 20/3، هاي تيبل 20/2. هياته تيبل 20/3 هياته اللي يحتوي على الريبورت الكامل، وبفرجيك هاي تيبل اوف كونتنت من شو هي الاشياء اللي بتكون منها هذا التقرير. طبعا ما في شيء تحفظه، بس انه تطلع عليها واعرفهم. الله يعطيكم العافيه شباب، وان شاء الله نلتقي بالشابتر اللي ورا. الله يعطيكم العافيه.